السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمرز ناك. اليوم رجعت لكم في مراجعة كاملة للعبة فورزا موتور سبورت 7، هذه لعبة السيارات الشهيرة المعروفة للإكس بوكس 1 والكمبيوتر. خلونا الحين نبدأ ونشوف مستوى اللعبة مع بعض وشنو قدمت لنا من جديد. في البداية أحب أذكركم أن فورزا موتور سبورت هذه سلسلة مختلفة تماما عن سلسلة هورايزن، وما راح أقارنهم في بعض لأنهم شيئين مختلفين. هذه سلسلة تركز على سباق الحلبات الرسمية ونظام المحاكاة الواقعية، بعكس هورايزن اللي تركز على العالم المفتوح والتحديات المنوعة وأسهل في القيادة. في البداية نتكلم عن الجيم بلاي أو طريقة اللعب أو أسلوب اللعب بشكل عام. نظام القيادة تحسن بشكل كبير عن الجزء اللي فات، في إضافات جديدة وحلوة خلته أفضل من قبل، لكن أيضا أضافوا بعض الأشياء اللي ممكن تزعج بعض اللاعبين والبعض يشوفها شيء مناسب. أول شيء من ناحية القيادة، القيادة صارت أفضل من قبل وتحس أنها ثابتة وتعطيك إحساس ملحوظ وإحساس واقعي في السيارة وكأنك ماسكها، وأيضا هذا الشيء يعطيك متعة أكثر مهما زادت اللفات أو الحلبات، راح تستمتع في القيادة وما تحس أنه شيء ممل. طبعا مو بس التحكم في السيارة، حتى صوت السيارة وصوت المحركات كلها منقول لك كفيدباك في اليد نفسها، ايضا لما تبدل الجير او الشيفتنج وانحراف السيارة، كل هذه الاشياء تتجمع اللي هو تحكم السيارة وصوتها والهزات في الجير او الماكينة كلها موجودة وتعطيك شعور جميل في اليد والهزاز، فهذا الشيء اللي شفته مو موجود في اجزاء فورزا اللي قبل. هني يعني خلينا نقول ملحوظ اكثر وفي احساس يعطيك متعة اكثر في القيادة. اما بالنسبة للاضافات اللي ممكن ما تعجب بعض الناس، اول شيء ان الشاشة نفسها تهتز، يعني المحرك مثل ما ذكرت انه تحس فيه في اليد، في الهزاز ايضا يهتز كفيجولي في الشاشة نفسها، والهدف انه يعطيك احساس واقعي واكشن في السباق ويعطيك مثل ما تقول احساس الرهبة والسرعة. انا عن نفسي اشوفها شيء ممتاز واضاف لي متعة اكثر في القيادة، لكن بعض الشباب عندي جربوا اللعبة وشافوا هزة الشاشة هذه ما عجبتهم، يقولون هتدوخ او تلفت النظر او ما تخليك تركز، لكن انا ما ادري لاني لعبتها اكثر منهم فتعودت عليها واشوفها شيء جدا جميل ويعطي حماس اكثر. طبعا في النهاية ان القيادة تحسنت بشكل ملحوظ وتعطيك احساس الرهابة والسرعة والخوف مثل ما ذكرت، اذا انت من عشاق السرعة راح تعشق هذه اللعبة، لان حتى السيارات البطيئة راح تعطيك الاحساس في السرعة، فما بالك في سيارات الفورمولا 1. طبعا تقدر تغير منظور السيارة في أكثر من درجة، حتى سايق لما تحط له البدلة وفي بدلات عديدة في اللعبة راح تشوفه هو ماسك السكان، فيعطي شعور ممتع خلونا نقول في اختيار الملابس نفسها، وتقدر تغير منظور اللعب من داخل السيارة على درجتين، وأيضا من مقدمة السيارة على درجتين، وأيضا من خارج السيارة، فكل هذه المستويات تعطيك شعور مختلف في كل واحدة منهم. أما الحين نتكلم عن أطوار اللعب في فورزا 7، اللعبة تقدم لك نظام جديد في الكارير مود، تدخل بطولات على كؤوس معينة، كل واحد منهم يقدم لك مجموعة سباقات، وما راح تقدر تتقدم في اللعبة إلا تنجز مجموعة منهم لين توصل للإكس بي المطلوب. يعني هذا الشيء عجبني لأن أجبرتني اللعبة شوي أني أنوع في السباقات، كل شوي أسوق سيارة مختلفة تماما عن الثاني بدال ما أركز على نوع واحد من السباقات، وهذا الشيء يعطيك يعني أو يبعد عنك الملل أنك قاعد تنوع بالسيارات. الشيء الثاني اللي عجبني في اللعبة أنها تجبرك على شراء السيارات الغالية علشان تستخدم بعض السباقات، بدل ما نخزن ملايين الفلوس على الفاضي ونخلص اللعبة ولا الحين يكون عندنا ملايين، لا الحين بتحس بكل فلس تحصل عليه وتنجبر أنك تشتري سيارات منوعة وتغير في أنواع السباقات، فهذا الشيء اللي أضافه الكارير مود عجبني جدا ومختلف عن فورزا عن قبل. بالنسبة للجوائز في اللعبة، كل ما تخلص سباق راح يعطيك 3 اختيارات بدل ما يجبرك على جائزة معينة، تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ سيارة أو بدلة للسائق نفسه. طبعا في نظام الباكجات موجود في اللعبة، لكن قبل ما نهاجم اللعبة ما في فلوس حقيقية، مجرد فلوسك الموجودة في اللعبة تقدر تشتري باكجات وتعطيك بطاقات تطور نظام الجوائز عندك أو تعطيك أشياء تخليك تتحدى نفسك في السباقات نفسها، فحسيت إنه شيء جميل. يعني مثلا حطيت بطاقة اتبلت لي الجائزة 3 أضعاف، فهذا شيء جميل، وأيضا مثل ما تقولون يقول لك طف التراكشن او خل الجير يكون مانيوال راح نعطيك فلوس اكثر، فاشياء تحفزك انك تلعب وتنوع في السباق. يعني هذا الشيء الحلو ان الباكجات ما فيها فلوس حقيقيه، مجرد اشياء داخل اللعبه. بالنسبه لانواع السباقات، عندنا النوع الرئيسي اللي هو 24 سياره في المضمار تتسابق معاهم بشكل عادي، وعندك نظام الدريفتنج اللي يحول لك اللعبه سيستم يحسب لك السكور اذا انت تحب الدريفتنج، ايضا عندك بعض الاشياء مثل البولينج وتحديات بسيطه تقدر تنوع فيها، وعندك تشكيله سيارات توصل ل 700 سياره، تلقى اي سياره تبيها راح تلقاها في اللعبة وتقدر تعدل عليها براحتك وتضبط اللي تبي، ايضا عندك حلبات متنوعة، فهذا الشيء يعطيك كمية محتوى وممكن يخليك تلعب سنة كاملة هذه اللعبة لين يصدر جزء جديد.
طبعا كالعاده كالعاب فورزا تقدم لك التونينج والتعديل العميق في السيارات، وايضا التصميم على السيارات تحط عليهم استيكرات وتعديل. ما شفت ان التعديل صار فيه تطور كبير عن السابق، نفس ما هو بالضبط ونفس الاستيكرات ونفس الاشياء، وتقدر تاخذ استيكراتك او تصميماتك من فورزا القديمه حتى لو كانت هورايزن وتحطهم في هذه اللعبه وتعدل براحتك على سياراتك. طبعا اذا حاب تغير من الكارير مود نفسه تقدر تروح للفري مود، تاخذ اي سياره واي حلبه وتجربها بنفسك. ايضا تقدر تدخل للاونلاين وتلعب مع الناس او مع الاصدقاء، وايضا رجعوا لك نظام السبلت سكرين اذا تبي تلعب في نفس الجهاز مع اخوانك، في هذه الامكانيه رجعوها لان الناس يبونها. بالنسبة للرسومات او الجرافيكس، فورزا 7 تقدم لك اقوى جرافيكس بالسلسلة، في تفاصيل جدا جميلة ووضوح ثابت على 1080. حسيت ان الاكس بوكس حتى مو قادرة تعطيك قوة اللعبة، اللعبة فيها جرافيكس اقوى، لكن تحتاج بي سي او تحتاج اكس بوكس 1 اكس القادم علشان يعطيك وضوح اكثر او وضوح 4K. لكن بشكل عام الجرافيكس اشوفه جميل جدا، سواء كان في تفاصيل السيارات، في الصبغة، في الارضيات، في الانفايرمنت من حولك، في المراحل، اشوفه شيء جدا جميل. وانا كنت العب اللعبة على ال HDR وطالعة بالوان فعلا رهيبة وتفاصيل حلوة. بالنسبة للأجواء، اللعبة تقدم لك طقوس مختلفة أو طقس ديناميكي، خلونا نقول متغير، ممكن تلعب في النهار أو في الليل أو في المطر الكثيف اللي راح يخلي القيادة شوي أصعب وفيها خوف وفيها تحدي، وممكن ضباب ينزل فيصير في تحدي أكثر في السباقات أو حتى المراحل تكون متعود عليها بتختلف عليك تماما. طبعا الكمبيوتر أو الـ AI متطور، تقدر تخليه average ويتطور معاك حسب قوتك في اللعبة، أو تخليه صعب جدا أو تخليه سهل، أنت عندك الإمكانيات في التحكم في الصعوبة. بالنسبة للعيوب اللي شفتها في اللعبة، أول شيء لاحظت إنه فيه هبوط في الإطارات في بعض الأحيان، على الأقل في مرحلة رايو اللي كانت فعلا مليانة تفاصيل وحسيت إن اللعبة فيها بطء شوي، وأحيانا اللعبة حسيت إنها تقطع، أتمنى هالشيء يتعدل في أبديت. وأيضا اللودينج فيها مزعج صراحة، بين السباقات ياخذ وقت طويل، فاللودينج في كل شيء حتى في السيارات لودينج، اللودينج بشكل عام أزعجني في اللعبة. أيضا من العيوب اللي لاحظتها إن اللغة العربية موجودة في اللعبة، لكن للأسف الحروف مخربطة ولا راح تفهم شيء، فما له داعي إنه موجود العربي، يا ليت انهم يعدلونه في اقرب وقت. طبعا هذه الاشياء او العيوب اللي لاحظتها على اللعبة، لكن اشو انه ما في شيء رئيسي من ناحية يأثر على الجيم بلاي او التوصيل، فاللعبة اشوفها يعني ممتازة صراحة. وبشكل عام فورزا 7 لعبة تستحق الشراء، لانها ببساطة واحدة من افضل العاب السيارات وتقدم لك وظيفتها بالشكل المطلوب من ناحية الجيم بلاي، وعمرها طويل وفيها اشياء عديدة من ناحية الخصائص. تقييمي لهذه اللعبة 9/10. كان هذا كل اللي عندي بخصوص لعبة فورزا موتور سبورت 7، أتمنى عجبكم هذا المقطع، ولا تنسون اللايك والاشتراك ونشر الرابط ودعم القناة، وترقبوا لقطات أكثر بسجل لكم عن اللعبة وحطها في الانستغرام، فتأكد أنك متابع انستغرام جيمر سناك، وإن شاء الله نشوفكم هناك ويعطيكم العافية. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.